لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لكي يدنين عليهن من جلابيبهن لماذا إخوتي؟ لكي لا يعرفن أمام الخلق. إخوتي في الله أعظم من هذا كله وأعظم من هذا كله إخوتي، يأتي الرجل يوم القيامة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ذنوب كالجبال، فيستره الله سبحانه وتعالى بكنفه فيقول له: يا فلان عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في ساعة كذا، فيقول: ربي لقد كثرتها لي في الدنيا فاسترها في يوم المحشر. فيقول الله سبحانه وتعالى: لقد كثرتها عليك في الدنيا وأسترها لك في الآخرة، خذوه إلى الجنة. معاشر المسلمين، الستر أمر عظيم يغفل عنه الغافلون ويغفل عنه بعض الناس. إخوتي في الله، الستر معاشر المسلمين أمر يطلبه كل إنسان عندما يصبح في هذه الحياة الدنيا. معاشر المسلمين، اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو